إذا كانت دي العناصر تعالوا نشوف رؤيتين يعني أكبر أو أكبر وجهتين نظر للكون. إحنا بنتبنى الثانية فيهم مش بنتبنى الأولى. الأولى اللي هي ما يسمى بالtraditional view of conflict. التراديشنال أو الرؤية التقليدية للconflict هو أن الconflict ده حاجة وحشة، لازم يبقى فيه بيننا وبين بعض إيه توافق، لازم نجيب رئيس توافقي ودستور توافقي وحكومة توافقية، which is basically impossible. لو جبت أنبياء وقعدتهم في ناس تكفر بيهم ولا لأ؟ أوكي؟ عايز إيه بعد كده؟ يبقى there is no way إن الناس كلها تتفق على حاجة. لكن basically الناس اللي بتبص للconflict من وجهة النظر التقليدية بتعتبر إن أي conflict ده حاجة وحشة، مش المفروض إن يبقى فيه conflict. ولو ظهرت بوادر conflict أنا خبيها، تجنبها، تبعد عنها، موتها. أوكي؟ ليه؟ لأن الconflict حاجة وحشة. أو هكذا ينظرون إلى الاختلاف. أوكي؟ وجهة النظر دي تسود في كثير من الأماكن وكثير من العصور لغاية النهاردة. أوكي؟ وللأسف الناس المؤمنة بوجهة النظر دي بتعتبر، مش بس بتعتبر الكونفليكت بيتسبب، لكن كمان هي بتتعامل مع الكونفليكت بفايلنس وإيريتابيليتي. قلق، متضايق، مش حلو ان يبقى فيه كونفليكت، مش حلو ان هو بالتالي لازم اخلص عليه لانه مضايقني. اوكي؟ فبيزيكلي يعني وجهه نظر عبد الله وكثير ممن قرات لهم شايفين ان الكلام ده مش صح. تمام. كونفليكت في الاصل هو طبيعه الحال. الطبيعي ان احنا في بيننا وبين بعض اختلاف. فحتى يمكن عجبتني انا الكوتيشن بتاعه ان peace is not the absence of conflict, it's the ability to cope with it. اوكي؟ لان eventually مفيش حاجه اسمها absence of conflict. الناس اللي بتتبنى وجهه النظر دي بيقولوا عليها الانتراكشنست view of conflict، ان الكونفليكت عباره عن انتراكشن ما بين الناس، وبما انه انتراكشن فايت ايفنتشوال خلاص، وبما انه ايفنتشوال يبقى لازم نتعامل معاه لانه طبيعي. زي ما بيجي لي زكام ما بنتحرش، لما بيجي لي زكام بحاول اعالجه مش كده، او بحاول اتجنب اسبابه، مش لما بيجي لي زكام بقول لا انا زي الفل اهو انزل الشغل واروح واجي وأعيش حياتي بشكل طبيعي. ليه؟ لأن اللي بيحصل أنا لو عملت كده العملية هتسوء، ليه؟ اللي بلد الشعبية والتهاب رئوي وبالسلام على الحنوتي، صح؟ لكن بتعامل معه بشكل واقعي وبدي له حجمه، هو في الآخر زكام ما هوش سرطان. أوكي؟ الزكام له أبروتش معين في التعامل معه، لو تعاملت معه صح يبقى بإذن الله مش هيعمل مشاكل، لكن ممكن كمان الاميونيتي سيستم بتاعي يطلع بعديه اقوى. And that's the main point. اوكي؟ الفشل بيبقى ان انا لما الكونفليكت لازم اتعامل معاه بعنف. ده نوع من انواع الفشل. اوكي؟ ليه؟ لان I couldn't manage it. Actually الناس اللي بتبص للانتراكشنست فيو بيقولوا ان عدم وجود الكونفليكت ووجود التناغم الكامل في الاورجانيزيشن او في الاسره او في الشركه او في حتى في الحكومه والدوله نتيجته سلبيه. ازاي نتيجته سلبيه؟ نتيجته سلبيه بيزيكلي لان في الاخر الناس هتتحول الى استرخاء كامل، مش هيبقى فيه ابداع، ومش وهيبقى فيه نوع من انواع يعني ايه، مش هقول لك عدم الاهتمام الأفسي بالكامل خلاص، لكن يعني مش قلقان على حاجه، مش خايف على حاجه. خلي بالك من غير ستريس مفيش برودكشن،
فدرجة من درجات الستريس بتيجي من ان في already conflict. I'm trying to get things better although things are going wrong. Okay? هو ده اللي بيkeep life going. هو ده اللي بيعمل نمو. هو ده اللي بيعمل ايه؟ اسراء للمجتمع. لكن لو كل حاجة harmonious الناس هتبقى pathetic وunresponsive. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ايه اللي خليني اعمل حاجة جديدة وادور على حاجة جديدة؟ Everything is fine. No problems. There is no conflict. There's nothing going wrong. Everything is great. Okay. مش هقول بقى هنا يكشي تولع. Okay. وانما هقول why should I bother about anything بقى؟ ونتيجة ده الطبيعية ان everything will fall. Okay. طيب. ومن هنا برضو نقدر نقول في two types of conflict. Functional and dysfunctional. Okay. The dysfunctional هو basically اللي فيه فشل في المانجمنت. فشلنا في ان احنا نوصل لحلول. فشلنا في ان احنا نتعامل مع الكونفليكت بوسائل مختلفة علشان نطلع نتائج احسن. Okay. فهو basically فشل. Dysfunctional conflict. اللي هو ان هو المفروض ما يبقاش الطبيعي. هو actually ده الطبيعي في ان low trust environment. لما ما يبقاش في trust معظم الconflict هيبقى dysfunction. هيتحول الى صراع. مش عشان اسيب لك شوية او تسيب لي شوية لازم يكون في بيننا وبين بعض ثقة. لو ما فيش ثقة مش هنسيب لبعض. مش هنتفاهم. هنشد. هنشد لغاية ما ايه نخبط في بعض. اوكي. لكن توليد الثقة في حد ذاته هو يعني يمكن عنصر من العناصر الاساسية. فهم دول التو types of conflict. ده الفانكشنال فيزيكلي بيمبروف البرفورمانس بيعمل ديفلوبمنت بيدي بيوصل انوفيشن. بينما الثاني بيعطل بقى العمل وبيعطل ايه او dysfunctional conflict بيعطل الانتاج وبيعطل العمل وبيعطل ان احنا نوصل الى اي حاجة مفيدة. في برضو تصنيف تاني بعد ما قلنا في functional و dysfunctional conflict. في conflict بيحصل بسبب ما يسمى بالtask conflict. وده بقى هنا على المستوى professional usually. اوكي. التاسك كونفليكت ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. اوكي. ويليه ما يسمى بالريليشن شيب كونفليكت. وده عاده بيبقى مقرف لانه موستلي بيرسونال. اوكي. والبيرسونال كونفليكت اصعب بكتير من البروفيشنال كونفليكت في الهاندلنج. يعني مثلا البيرسوناليتي بتدخل فيها وبالتالي ما بتبقاش سهله التعامل قوي يعني. لكن حتى الريليشن شيب ما بين الادارات دايما الاداره الهندسيه والاداره الماليه ما بيتخانقوا مع بعض باي ديفينيشن. يعني انت رايح داخل مع المهندسين واول ما بتقعد معاهم بتبتدي تتريق على جماعه الاداره الماليه. هو دول دايما معطلنا ودايما قرفنا ودايما ما بيجيبوش الحاجه ودايما بالورق وما بيخلصوش المستخلصات وما بيقرفوا المقاولين. اوكي. دايما المهندسين كده ودايما بتوع الاداره الماليه برضو بصوا لنا على ان احنا ناس فوضويين وناس مش مرتبين ولو سابوا لنا الحبل على الغارب الدنيا هتخرب. ولولاش دقتهم في التعامل في الحسابات ودقتهم في مراجعه الورق البايظ اللي احنا بنبعته لهم كانت الدنيا هتقع. اوكي. فذيس از ايه ريليشن شيب بروبلم. اخرهم البروسس كونفليكت. ويمكن ده الكونفليكت الموستلي از ا بوليتيكال كونفليكت. لان definition of a political conflict ايه او خلينا نتكلم على المعارضة السياسية في اي بلد في العالم. كل الاحزاب السياسية في كل دول العالم لها نفس الهدف independent of الدولة اللي انت فيها او الثقافة اللي انت فيها. وهي ايه؟ الرخاء والنمو والاستقرار. هات لي حزب سياسي او حكومة في العالم ما بتقولش ان هدفها هو النمو والرخاء والاستقرار. اوكي. لكن اما الايه فين المعارضه؟ المعارضه بتظهر والمشاكل بتظهر والخلاف واللي ممكن يتطور انه يبقى خلاف عسكري وحرب اهليه بيطلع منين؟ الطريق.
how to reach النمو والرخاء والاستقرار. Okay? So that's the process. Okay? احنا بنشتغل في بروجكت مع بعض. انت بتاع الإدارة الهندسية وانت بتاع الإدارة المالية. احنا الاثنين عايزين البروجكت يخلص. المهم احنا اخر حاجه نقولها ايفن حتى احنا في يعني هو تفكرك انت في الاداره الهندسيه في البروجكت او في الشركه انت عندك شك في ان الناس اللي شغالين في الاداره الماليه خايفين على مصلحه الشركه كمصلحه يعني يوزر انت ما عندكش شك في نواياهم لكن بتختلف معاهم في ايه في البروسس انت بتقول ان هم بيبطئوا وهم بيقولوا عليك ان انت لو سابوا لك الدنيا هتخرب لكن انتوا الاثنين عايزين مصلحه الشركه او مصلحه البروجكت اوكي فما فيش هنا ايه اجندات اجنبيه خلاص في بيزكلي هدف مشترك بس كل واحد فينا شايف طريقه احسن في الوصول ليه خلاص